حضرموايي الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، أكد على ما يعتقده كموضوع رئيسي في العلاقات بين الجانبين. التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي كان ويكون وسيظل تيارا رئيسيا للعلاقات بينهما. وأضاف وي أنه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتفقون في 10 نقاط، بما في ذلك دعمهم للتجارة المتعددة الأطراف والاقتصاد العالمي المفتوح، لكن تصريحاته جاءت بعد أن وصف الاتحاد الأوروبي الصين بأنها منافس استراتيجي في الأسبوع الماضي، وتعهد باتخاذ إجراءات لتقييد ما يسميه بالممارسات التجارية والاقتصادية غير العادلة من الصين. ومع ذلك قالت موغيريني أن العلاقات بين الجانبين تأتي مع محتوى أوسع وأن المنافسة أمر طبيعي. إنها ليست صورة سوداء أو بيضاء، إنها صورة معقدة، لكن في المقام الأول أود أن أقول إننا نحدد مجالات المفاوضات التي يمكن أن تتقرب فيها مصالحنا، لكن يجب علينا تحقيق توازن بينها وبين البحث عن طريق لدفع التعاون إلى الأمام. زيارة هذا هي انطلاقة لسلسلة من التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وأوروبا، بما فيها زيارة دولة من قبل الرئيس الصيني شي جين بين إلى كل من إيطاليا وموناكو وفرنسا، فضلا عن حضور رئيس مجلس الدولة الصيني لو كريتشيان اجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي في أبريل القادم. يذكر أن رحلة الرئيس شي هذا إلى أوروبا ستكون أول زياراته الخارجية في هذا العام. وقال وان إن هذا القرار يرسل إشارة واضحة مفادها أنه بغض النظر عن كيفية تغير الظروف العالمية، فإن الصين تعتبر دائما الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا هاما لها. نتطلع أن نرى ربيع عام 2019 يصبح ربيعا دافعا للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأن يضاح التعاون بين الجانبين قوة دافعة للعالم في عام 2019. وقبل حضور الاجتماع يوم الاثنين اجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ويضم جدول الأعمال في زيارة ايضا اجتماعا فرديا مع وزير الخارجية البريطاني.